بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثانية إعدادي، نستأنف مع لورغانيزاسيون دو لا اون، الصفحة رقم 10 من كتاب التلميذ لو فرونسي او كوليج. إذن كما نرى عندكم هنا نموذج لجريدة من الجرائد. لورغانيزاسيون دو لا اون شو مقصود بها؟ لورغانيزاسيون دو لا اون تنظيم الصفحة الأولى. تنظيم الصفحة الأولى. إذن نتكلم على لورغانيزاسيون دو لا اون، تنظيم الصفحة الأولى، أو نتكلم عن لا ستخيكتور دو لا اون، بنية الصفحة الأولى. مناش تتبنى البنية ديالها، تنتكلم على المكونات هنا. أو لورغانيزاسيون دو لا اون تنتكلم على تنظيم الصفحة الأولى. لوبجيكتيف هنا الهدف، ريكونستيتوي لا اون دان جورنال دو كلاس، يعني أنك تكون واحد الصفحة أولى لجريدة ما دو كلاس خاصة بالقسم، أنك توصل من خلال ملاحظاتك للجرائد المتداولة أنك تصيب بحالها، أنك تحاكيها في صفحة أولى لجريدة مدرسية. هذا هو الهدف، ريكونستيتوي لا اون دان جورنال دو كلاس. هنا عندنا جريدة كما تنشوفو، من خلال داكشي اللي شفنا في الجرائد شنو يمكن لك تستنبط من هاد الصورة اللي عندنا هنا؟ كاين لو فونخ، كاين لو كوسيديان، كاين لو زوغال. يلا دي لي المكونات ديال الصفحه الاولى. اول مكون بان لك شنو هو؟ لي زوغال. بينهما لي زوغال الاولى والثانيه. الاولى والثانيه. الاولى شنو فيها؟ حاله الطقس. وحده فيها حاله الطقس. اذا هذه اللي على اليمين. ثم عندنا اذا لا بلاس رويال، اذا نتكلم عن الساحه الملكيه، انها اينوغوري يعني انها دشينت. هذه نتكلم على الساحة الملكية، أن دشينت أباري في باريس. لا بلاس رويال إتي إينوغوري أباري، نتكلم هنا عن الساحة الملكية أنها دشينت، طبعا لو فيرب إينوغوري المقصود به دشانة. لا بلاس رويال إتي إينوغوري، لا بلاس رويال إتي إينوغوري، إذا نتكلم عن الساحة الملكية أن دشينت أباري في باريس. سي أجوردوي لا بلاس دي فوج، سي أجوردوي لا بلاس دي فوج، هي اليوم ساحة. نتكلم عن ان ديبارتومون فرونسي، نتكلم عن منطقه فرنسيه، ان ديبارتومون فرونسي تسمى لي فوج. اذا هذه العبارات هنا تخبرنا بان الساحه الملكيه انها دشنت في باريس وانها تسمى اليوم ساحه الافواج. بعد منها عندنا لي زوغاي تيكونوا في الجنب ديالاش لا مونشيت. لا مونشيت هي تيكون فيها اسم الجريده. فين هو اسم الجريده هنا؟ مون كوتيديان. مون كوتيديان يعني كما نقول يومياتي. تنتكلم هنا على اليومي وليس اليومية. إذن على أين احنا نترجمها؟ يومياتي، هذا هو الصحيح ياك. إذن كما تنشوفوا هاد لامونشيت أنها طالعة حتى الفوق، تنشوفوا عندنا هنا جودي 5 أفريل ياك، شنو هادي؟ 2012. إذن عندنا التاريخ هذا، ثم عندنا هنا أبيل أو ليكتور يعني نداء إلى القراء إلى غير ذلك. إذن كما تنشوفوا هنا عندنا لو سول جورنال بوغ لي 10 14 qui paraît tous les jours 0,48 numéro 4636 numéro 4636. إذن هذا هو العدد. إذن هي جريدة يومية موجهة لمن؟ لمن موجهة الجريدة اليومية؟ للأطفال من 10 إلى 14 سنة. إذن لو سول جورنال بور لي 10 14 هي تتوصف فرنسا بأنها الجريدة الوحيدة موجهة للأطفال من 10 إلى 14 سنة. كي باغي تو لو جور، التي تظهر كل يومين. ثم عندنا الثمن 0.48.48 تقريبا 5 دراهم تقريبا بالعمله اللي كاين الان. ثم عندنا نيميرو 4636، اذا هذا عدد الجريده. دي زونفون او ترافاي دون دي شون دو كاكاو، كاين اطفال تستغلوا بواحد الدرجه كبيره في انتاج الكاكاو، في انتاج الشوكولاته. هنا تنتكلموا على حقول الكاكاو، فهمتي؟ دي زونفون او ترافاي دون دي شون دو كاكاو، اذا اطفال في العمل في حقول الكاكاو. اذا هذا العنوان اللي تنشوفو هنا اش يتسمى؟ لا فيترين. لا تريبون. لا فيترين هذيك عطينا غير كمثال، قلنا لك تسمى بحال الفيترينا، هذيك طلقناها على الصفحه الاولى للجريده سميناها لا فيترين، بحال الفيترينا. تدز مع الطريق او مع الزنقه تتبان لك الفيترينا، تتجذبك، تتوقف تشوف، تتزق داخل المحل
وغتصدق شاري من داخل المحل ماشي حتى من ديك الفيترينا. اذا هاد الصفحه ديال لاين حنا مثلنا بحال لا فيترين، اما هاد العنوان تيتسمى لا تريبين. ثم عندنا الصوره اللي في الخلفيه اش تسمى لو فونتر. ثم عندنا هاد الصور اللي في الاسفل نقدروا نطلقوا عليهم لي زوغان لو بي دو لا باج. لو بي مثلا دو لا باج، اذا جات في اسفل الصفحه. اذا كما تنشوفوا عندنا في الصفحه رقم 11 هاد التعريف هذا جوغوتيا لا اون اي لا بروميير باج ان جورنال. اذا لا اون هي الصفحه الاولى تاع الجورنال ديال الجريده، الجريده اذا ديال الجورنال. لا اون هي الصفحه الاولى الخاصه بالجريده لكل جريده. اون ني تروف لي تيتغ، شنو المقصود بهذه؟ شنو هاد ايكايك؟ اون ني تروف، اون تروف لي تيتغ المقصود بها اننا نجد العناوين. اون ني تروف لي تيتغ شنو المقصود بها؟ هاد ايكغ شنو المقصود بها؟ شنو تتعوض لينا هنا؟ اوني تروف لي تيتغ. هاد ايكغ تتعوض فيها، حنا تكلمنا على الصفحه الاولى ديال الجريده، ما نبقاوش كل مره نعاودوا اننا غنلقاو في الصفحه الاولى للجريده. اذا باش نتفاداو التكرار نقول اننا نجد فيها اوني تروف لي تيتغ، اننا نجد فيها العناوين. العناوين ديالاش؟ غنلقاو عناوين المقالات، غنلقاو عناوين ديال الاخبار. اذا كل جريده غيجيوها مجموعه ديال الاخبار. كل يوم، كل يوم هناك اخبار، كل يومين. اذا الجرائد تتلعب على الاخبار، فهمتي؟ كل يوم كاينه اخبار. اذا الاخبار اللي تتلقى هذيك الجريده من خلال الصحفيين ديالها تتحاول تسجلهم وتقدمهم للقراء. دوك الاخبار اللي تتلقاهم الجريده تترجمهم في شكل مقالات، في شكل مقالات، وتتعطيهم عناوين جميله معبر على ذاك المقال وتكون جذابه. حتى العناوين مهمين، بحال اللي تنشوفوا اليوم في يوتيوب، بحال اللي تنشوفوا اليوم في يوتيوب تلقى واحد الفيديو داير لي واحد العنوان براق، تدخل تفرج فيه تلقى انت راه خبر عادي، فهمتي؟ ولكن ما تقدرش تكذبو لان ذاك العنوان عنده معنى في الحقيقه في ذاك الفيديو، ما يمكنلكش تقول لا ماشي صحيح. الحمد لله الجرائد اقرب لهذا، الجرائد اقرب لهاد المساله، يعني انهم تياخذوا عناوين لكل مقال في الصفحه الاولى ديال الجريده. اذا اوني تروف لي تيتغ، نجد فيها العناوين. لو سومير دي زارتيكل دو فون، شنو هو لو سومير دي زارتيكل دو فون؟ لو سومير يعني ملخص، ملخص ماذا؟ دي زارتيكل دو فون، ملخص، ملخص ماذا؟ ملخص المقالات دو فون ديال العمق. شنو المقصود بها؟ يعني في الصفحه الاولى ديال الجريده تتلقى الملخص ديال الخبر اللي غادي تقراه الداخل في الجريده، في الصفحه الداخليه للجريده. يعني هما تقدموا لك فقط بعض العبارات التي تجمل كل خبر خبر خبر، فهمتي؟ اذا تجدوا على الصفحه الاولى. انت ملي غتشوف الجريده غتشوف الصفحه الاولى تتقرا مباشره، تشوف الريزومي او لو سومير او تتشوف الملخص، وبالتالي تتاخذ واحد الفكره على كل مقال مقال، وبالتالي تتشوف واش غيهمك هذاك الموضوع او ديك المواضيع ولا لا. الحمد لله على حساب انت وشنو غتشوف دوك المقالات. اذا غتشوفهم من خلال هذا الريزومي اولا، ثم ملي غيعجبك المقال او ديك المقالات غتشري جريده باش تقرا الداخل ديالها، حيت ما غيكونش عندك الوقت. الحمد لله. اذا لو سومير دي زارتيكل دو فون، ثم ان هذه الصفحه الاولى تتضمن ملخص للمقالات الداخليه، ثم لا مونشيت. اذا هذه الصفحه الاولى تتضمن لا مونشيت، هي اللي قلنا بان تكون فيها اسم الجريده، العنوان ديالها، المهم الحاله المدنيه كلها، فهمتي؟ كاين اللي تسمى ليطا سيفيل، كاين اللي تسمى بان تتضمن ليطا سيفيل. ليطا سيفيل يعني الحاله المدنيه، بحال الانسان تتكون عنده حاله مدنيه ديالو، معلومات ديالو، حتى هي بحال هكاك. ليديتوريال يعني افتتاحيه، ليديتوريال هذا النوع من المقالات، انسي كو دي زانفورماسيون، وكذلك معلومات كونسيرنو متعلقه لا ديريكسيون دي جورنال، متعلقه باداره الجريده. تنقولوا بان راه فلان هو المسير ديال الجريده، فلان هو المساعد الى اخره، ياك؟ اذا تنتكلموا على الاداره ديال الجريده. ثم سا بيريوديسيتي، شنو المقصود بها بيريوديسيتي؟ شوف هاد كلمه بيريوديسيتي تنشوف فيها كلمه بيريود. شنو بيريود؟ بيريود، بيريود هي المده الزمنيه. بيريود المقصود بها المده الزمنيه. بيريوديسيتي
تنتكلم على المدة اللي تتخرج فيها الجريدة، واش تتخرج كل يوم فهي كوتيديان، تتخرج كل سيمانة هي إبدومادير، تتخرج كل نصف شهر فهي مونسيال سوني مونسيال، تتخرج كل شهر هي جورنال مونسيال مونسيال جورنال مونسيال. إذا تنتكلم هنا على سا بيريوديسيتي. إذا في الصفحة الأولى تكتبوا لنا واش هي كوتيديان، واش هي إبدومادير، واش هي مونسيال إلى آخره. ثم سون بخي، ثم تمنها، سادا دو باريسيون، ثم تاريخ ظهورها. تقول بأن هذه الجريدة ظهرت في 1980، هذه الجريدة ظهرت من 1951. إذا الجريدة ستكون قديمة. القارئ تقول بأن الجريدة عندها تجربة، رغم أن الأشخاص راها تبدلوا إلى آخره، ولكن تكون عنده فكرة بأن هذه الجريدة عريقة، بأنها قديمة، هذا ماشي غير البارح جات. إذا سادا دو باريسيون، تاريخ ظهورها، سون ادريس، العنوان ديالها، فين بلاصه هي موجوده، واش موجوده في الرباط، واش في الدار البيضاء، واش في طنجه، واش في وجده، ياك اتسيتيرا الى غير ذلك. ممكن ان هاد الصفحه الاولى تضمن معلومات اكبر من هذا. اذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.